صالون عدد واحد، غرف عدد اثنين، مطبخ جاهز، حمامات عدد اثنين. اليوم أنا موجود بضاحية اتسيا، سكن الشبابي بالجزيرة رقم 4، مع إنشاء 65 متر حنشوفها مع بعض. سعر حاليا بالسوق العقاري 140 مليون ليرة سوري. خليكم لنهاية الفيديو. بالبداية بدي اتشكر كل واحد عم يدعمنا ويعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة. برجع بذكر مساحة 65 متر بالسكن الشبابي ضاحية اتسيا. عم نشوف هون الصالون على ايدي اليمين، من ضمن الصالون موجود معنا بلكون حنطلع نشوفها مع بعض. الشقة اكساءها جيد نوعا ما. هاي الاطلالة تبعنا من البلكون مباشرة، جزيرة 4. عم نشوف شوارع عريضة. ملكية الشقة التنازل من مؤسسة الاسكان العسكري. طبعا الشقة برية الذمة. عم نشوف هون شكل الابواب الخاصة بالشقة. عندي هون الغرفة رقم 1، مساحتها جيدة، معمول فيها حائط ديكور من الحجر. بتمنى الشقة الماضية من يومين عرضناها 75 متر تكون نالت اعجابكم. وعم يظهر معنا هون رقم الواتساب لأي استفسار بخصوص هذا العقار او اي عقار تاني موجود عندي على القناة، او اي حدا حابب يسوق العقار معي. عم نشوف الرابط على الشاشة للشقة 75 متر كمان بجزيرة 7، تقريبا نفس المساحة. هاي الحمام المشترك للغرف، مساحته جيدة نوعا ما. وهي الغرفة رقم 2. طبعا شقة جاهزة للتسليم الفوري. عم نشوف هون كمان اباجورات او شيش حصير. عم نشوف هون المدخل الخاص بالبناء. هي المحيط بالكامل للبناء. اتمنى منكم تكونوا عم تشوفوا بقية الفيديوهات. عنا شقات كتير بدمشق وريفا. عم يظهر الرابط على الشاشة، قائمة التشغيل الخاصة بالفيديوهات بدمشق وريفا. هي المطبخ، مساحته جيدة نوعا ما، مساحة الشقة 65 متر. وعندي هون الحمام العربي. هاي هي كانت شقتنا اليوم بريف دمشق ضاحية اتسيا بالسكن الشبابي. وان شاء الله حشوفكم بشقة جديدة وعقار جديد من دمشق وريفا. شكرا للمشاهدة.